الأكل أكثر سوف تمدد المعدة. المعدة قابلة للمك بشكل كبير وتتغير بشكل مؤقت مع كمية الطعام التي يتم تناولها. أكل أكثر من المعدة هو مجرد تضخم مؤقت، فإن إفراغ الطعام بعد المعدة سيعود إلى حالته الأصلية. إذا كنت تأكل كثيراً حتى تمتلئ، ستصبح بطانة المعدة مترهلة بعد التمدد المتكرر إلى أقصى الحدود. تصبح عضلات بطانة المعدة أرق وتقل قوة المعدة، مما يؤثر بدوره على وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية وقد يؤدي إلى أضرار جسدية.